بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات في البدايه احب ارحب بكم النهارده في حلقه جديده من برنامجكم حلم وفكره. النهارده في الحلقه هنتكلم فيها عن موضوع يهمنا ويهمكم جدا ويهم كل فرد موجود في الدوله وكل موظف موجود في الدوله. موضوعنا النهارده عن السلامه والصحه المهنيه وسلامه الغذاء. في البدايه احب ارحب بزميلتي العزيزه جدا على قلبي آه نهله اهلا وسهلا بيك يا نهله سعيده بيك. جداً, معاك بيك يا جدا ان انا معاكي النهارده اهلا بيكي يا ايمان وبكل الساده المشاهدين انا كمان مبسوطه جدا ان انا معاكي النهارده وبالنسبه لموضوع السلامه والصحه المهنيه فهو فعلا موضوع مهم جدا ولازم كل واحد فينا يعرفه في مجال عمله لانه بيعتبر حمايه للعاملين وكمان للنزلاء وكمان بيكون ليه عشان بيكون لي معايير وشروط لازم نلتزم بيها ويسعدنا ويشرفنا النهارده يكون معانا الاستاذ احمد خميس مدير اداره السلامه والصحه المهنيه وسلامه الغذاء بفنادق تريانف اهلا وسهلا بيك يا استاذ احمد بيكي يا استاذه نهله وبرحب بالاستاذه منى ايمان وبرحب بالساده المشاهدين اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيك يا استاذ احمد في البدايه عايزه حضرتك تعرفنا ايه هو المقصود بالسلامه والصحه المهنيه وسلامه الغذاء عاوزين نعرف ايه هو مفهوم السلامه والصحه المهنيه في البدايه السلامه والصحه المهنيه دوت مصطلح مستحدث كان في الاول اسمه الامن الصناعي ايام الثورات الصناعيه تمام بعد طبعا تعدد المجالات والاجراءات طبعا والمهن اللي بقت اصبحت متعدده اصبح في نظام مستحدث لازم كان لابد ان القوى العامله تيجي بنظام مستحدث اسمه السلامة والصحة المهنية. السلامة والصحة المهنية بشكل مبسط دي إجراءات وضوابط وشروط بتكون موجودة لحماية الأرواح ولحماية البشر عامة والخسائر في الأرواح أو في الممتلكات. تمام. بمعنى ادق يعني ان هي بتقوم بحمايه العامل، يعني احنا بنحط الشروط دي سواء في الفنادق، سواء في المصانع، سواء في الشركات، بحيث ان احنا نقوم بحمايه العامل دوت من اي مسبب ليه سواء بامراض مهنيه او اصابات في العمل. تمام. طب ايه هي التزامات المنشاه من ناحيه الصحه المهنيه؟ وايه هو دور المسؤول عن توفيرها وتامينها؟ والله الهيئات كلها والمنشات اي هيئه او منشاه او مصنع او شركه لابد ان تكون مسؤوله مسؤوليه كامله عن السلامه والصحه المهنيه. القانون بتاع القانون المصري بيحط ماده من اول ماده 211 تخص السلامه والصحه المهنيه لماده 44 ودي بتخص كل البنود اللي المفروض ان الهيئات والمصانع والشركات جميع الهيئات تلتزم باجراءات وشروط وضوابط السلامه والصحه المهنيه. الاجراءات والشروط والضوابط ديت بتخص مثلا بنتكلم مثلا ان لازم لابد ان يكون في في الهيئات يكون في انظمه الفار الارم او الفاير الارم سيستم الانظمه الانظمه اللي هي الكشف المبكر عن الحريق في حاله وجود حريق علشان خاطر نحمي او نحاول ان احنا نحمي ما يكونش في خساير في ارواح او خساير في الممتلكات. الجزء الثاني لازم المباني والهيئات يكون فيها نظام الفاير فايتينج او انظمه اطفاء طيب. في انظمه اطفاء بالميه بتكون لازم موجود في المصانع والشركات والفنادق والانظمه دي اللي هي الفاير سبرينكلر سيستم او وكمان بيكون في الادوات حتى الاطفاء اللي هي النقاله زي طفايات الحريق لابد تكون موجوده في المنشات والهيئات <متحدث> آه كمان بنفرض على الهيئات او المنشات ان هي يكون عندها آه 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 انظمه اطفاء متعدده بحسب المجال اللي هم آه بيشتغلوا فيه يعني لو الناس بتشتغل في آه انظمه كهرباء لا في انظمه مخصصه اسمها انظمه السي او تو دي موجوده في جميع المنشات، في انظمه خاصه بالتكنولوجيا والمعلومات لو في كابلات او سيرفرات او الحاجات المهمه اللي هي بتخص الاتصالات بيكون في انظمه اسمها الاف ام 200 دي موجوده في في كل هيئه او في كل منشاه تخص التكنولوجيا والمعلومات. دور المسؤول طبعا بيبقى كبير جدا ان هو بيفرض الوعي لازم رقم واحد ان هو ينشر الوعي بين الـ العمال او العاملين بهذه الهيئه وبهذه المنشاه لازم يفرض الوعي لازم بيقوم بيقوم بعمل تدريبات على السلامه والصحه المهنيه تدريبات لو في حاله ايمرجنسي في طوارئ دلوقتي في حاله طوارئ في ايفاكويشن بلان بنحط خطه للاخلاء وبنقوم بتدريب العاملين عليها على بحيث ان هم يقدروا او يكون التدريبات دي وهميه بحيث ان هو لو لا قدر الله في حاله ايمرجنسي او في حاله طوارئ يقدر ان هو ينفذها بكل سهوله اكثر الخسائر اللي بتحصل بتحصل مش عن طريق الخطر اللي احنا شفناه بتحصل عن طريق التزاحم فلما بيكون في هناك ايفاكويشن بلان او خطه للاخلاء مدرب عليها العاملين وبيبتدوا ان هم ساعه وجود طوارئ او في حاله وجود طوارئ ان هم بيتصرفوا عن طريقها بيعرفوا بيخرج منين بيدخل ازاي بيقف في انهي نقطه تجمع او الاسمبلي بوينت كمان الهيئات لازم او المنشات لازم توفر للعاملين مهمات الوقايه طبعا في كل مجالات مختلفة ومتعددة العاملين طبعا في عاملين بتشتغل في في الكهرباء في لحمات لازم يكون مرتدي كل مهمات الوقاية بتاعته الجلاسز الجلافز اللي هيحميه لو هو بيشتغل مثلا في كهرباء بدلة الكهرباء وهكذا فده بيبقى تمام. دور كبير يعني طيب حضرتك ذكرت لنا ان من ضمن الاخطار اخطار الكهرباء تمام اكيد بقى في اخطار ثانية فعاوزين حضرتك تقول لنا ايه هي المخاطر اللي ممكن يتعرض ليها العامل او الانسان عامة في المنشاه او في المكان اللي هو موجود فيه بالطبع المنظومه بتاعه السلامه والصحه المهنيه بتقسم المخاطر او صنفت مجموعه من المخاطر احنا لما بنكون في منشاه فبنعمل حاجه اسمها ريسك اسسمنت او تحليل المخاطر اللي ممكن تكون موجوده عندي في هذه المنشاه او هذه الهيئه فمثلا في مخاطر مثلا كيماوية المواد الكيماوية اللي بتخش المنشأة أو بتستخدم عن طريق العاملين بالمنشأة ممكن تكون في المواد الكيماوية دي في حاجة اسمها MSDS أو الماتيريال سيفتي داتا شيت بتاعتها اللي هي البيانات المكتوبة على المواد الكيماوية دي عند استخدامها ممكن يحدث مشاكل مثلا للعاملين فلا بد ان انا ابقى عارف <applause> ايه الخطر دوت اللي ممكن العامل يتعرض ليه وازاي ان انا ابقى عارف ايه طرق الوقاية مثلا من هذه المادة الكيماوية وايه مهمات الوقاية اللي المفروض يتديها العامل اثناء استخدامه لهذه المادة الكيماوية في طبعا بعد المخاطر الكيماويه في مخاطر كهربائيه زي ما حضرتك ذكرتي المخاطر الكهربائيه طبعا دي ربنا بعيدها عن السامعين يعني بتبقى يا اما الصعق الكهربي يا اما في كابلات فيها تلامس او حاجه ممكن تعمل حروق للعاملين طبعا بتصنف هذه المخاطر طبعا شديده بمخاطر شديده بعد المخاطر الكهربائيه دي في مخاطر فيزيائيه المخاطر الفيزيائيه دي اللي هي الظروف اللي بيكون فيها العامل بيشتغل فيها، مثلا لو في درجة حرارة شديدة أو الشمس مثلا درجة حرارة الشمس عالية جدا، ما ينفعش العامل يشتغل في درجات الحرارة العالية، درجات البرودة العالية، في الرطوبة، في الضوضاء، الضوضاء القوانين المصرية كلها سنت بنود ومواد بتحط حد مسموح للعاملين ان هي تشتغل مثلا في الضوضاء 85 ديسيبل علشان يقدر ان هو يقعد مثلا يشتغل لمده ساعتين ما ينفعش يبقى اكتر من كده جميع المخاطر دي منصوصه في القانون المصري ومنصوص عليها وفي حد مسموح بيه ان العمال تشتغل في في هذا الحد المسموح وما بتعديش الخطر ده اخر خطر فيه خطر طبعا بيولوجي الخطر البيولوجي دوت باختصار ده آه انتقال الفيروسات آه او آه انتقال الجراثيم من شخص آه لاخر طبعا احنا عندنا دلوقتي الكوفيد 19 طبعا اشهر فيروس موجود دلوقتي الكوفيد 19 آه الكوفيد 19 مثلا عندنا في الفنادق لا احنا عندنا في شروط وتدابير وضوابط احترازيه لازم تكون موجوده عندنا مثلا في في الفنادق آه بتيجي من وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان بتدي آه الغرفة المنشآت الفندقية اللي هي خاصة بالفنادق آه وبيبعتولنا منشور على طول أبديتينج يعني آه ليه تحديث وبتبعت فيه دورية. كل اه بصفه م. دوريه وفي كل الشروط والضوابط اللي احنا المفروض ان احنا نعملها مثلا في الفنادق من اول دخول النزيل من باب الفندق الى خروج او نهايه النزيل او مده الاقامه مده الاقامه بتاعته كمان العامل وهو داخل من اول ما يدخل من باب الفندق او الاوتيل الى برضو ان ان يخرج منها بنسميها حتى منع انتشار العدوى يعني في شركات خاصه بسلامه الاغذيه حطت المديول دوت او البارت ده بقى جزء من المهمات بتاعتها دلوقتي حاليا عشان الوضع اللي احنا فيه مم. يعني بقى فيه بقى يسموها بوس تشيك او البريفينجن اوف انفيكشن اوف كنترول لي علشان منع انتشار العدوى بتاعه فيروس كورونا او كوفيد 19 تمام طب ايه هي الطرق اللي تضمن عدم تلوث الطعام في الفنادق او المصانع او الشركات طبعا احنا في في الفنادق طبعا في في معايير ومقاييس دوليه احنا بنتبع هذه المعايير والمقاييس الدوليه علشان نحاول نحد من ان ما يحصلش تلوث غذاء مثلا عندنا في الفندق في نظام اسمه الهاسب او اتش اي سي سي بي هازرد اناليسيس كريتيكال كنترول بوينت والنظام دوت هو نظام تحليل المخاطر الخاصه بالاغذيه والمشروبات وتحديد النقاط الحرجه اللي موجوده في هذه الاغذيه والمشروبات. طب عاوز حضرتك تكلمنا اكتر عن نظام الهسب دوت وبيستخدم في ايه؟ آه النظام الهسب هو طبعا هو نظام كبير واجراءات وقائيه كبيره جدا ولكن هنحاول يعني ان احنا نختصرها كده في, في بنود. في في البدايه بنبتدي من المورد بالشكل العام يعني عشان الساده المشاهدين يفهموا بنبتدي من المورد يعني المورد اللي هو جايب لنا اصلا المنتجات الغذائيه مثلا للفندق عندنا تمام. لازم يكون المورد دوت جود يعني سمعته جيده لازم يكون حاصل على شهادات وموافقات من وزاره الصحه لازم تكون المنتجات بتاعته اللي هو ممكن يوردها للفندق مثلا عندنا لازم تكون هذه المنتجات مفيش قبل كده في سايت خاص بالاغذيه والمشروبات بينزل عليه لو في مثلا تلوث حصل من مصنع معين من شركه معينه من منتج معين على طول بينزل على السايت فاحنا دورنا بنتابع الصيد دوت لو اه علشان نعرف المنتج ده هل منتجاته خلاص خاليه من تلوث الغذاء مفيش اي مشكله حصلت قبل كده او او في هذه الاوقات عن هذا المنتج فبناخد ساعتها بنوافق ان المورد ده يورد لنا الاول هذه الاغذيه او المشروبات احنّا كمان بنعمل أوديت أو فحص على المورّد نفسه، يعني أنا ممكن فجأةً مثلًا أنا بتعامل مع شركة معيّنة أو مصنع معيّن، لأ ده أنا أروح له المكان بتاعه فجأةً وأبتدي إن أنا أعمل تشيك أو فحص على المنتجات بتاعته الغذائية، أشوف اللي هو شغّال إزاي؟ هل هو بيتبع نظام غذائي مثلًا ونظام في الهايجين حاجة عالية وحاجة لها معايير دولية ومقاييس؟ آه فخلاص بطمن آه للمورد دوت وببتدي آه ان انا اتعامل معاه مثلا احنا في الفندقه بنتعامل مع, مع هذا المورد. المورد ده بيخش بيبتدي آه بدايته بتخش ان هو جاب لنا الاغذيه والمشروبات لحد نقطه الريسيفنج او نقطه الاستلام عندنا مثلا في الفنادق. فبنبتدي بقى عند نقطه الاستلام دوت هو بيبتدي ان هو آه يقابل آه آه ناس متخصصه في آه الاستلام وكيفيه فحص المنتج اللي هو جايبه لنا. فمثلا من جوده المنتج يعني لازم اتاكد من جوده المنتج وهو جايبه هنا فمثلا المنتجات عندنا بتتقسم لاغذيه مبرده واغذيه مجمده او اغذيه طبعا فريش زي الخضروات والفاكهه فمثلا الاغذيه المبرده لازم تكون جايه في غرفه تجميد درجه الحراره بتاعت غرفه التجميد دي لازم تكون ماينس 18 الاغذيه المبرده لازم تكون جايه في غرف تبريد يعني تلاجه العربيه اللي جايه فيها غرفه تبريد درجه الحراره بتاعت بتاعتها اقل من خمسه، لان احنا في حاجه اسمها في, في السيفتي فود او سلامه الغذاء دينجر زون بتاع ممكن يؤدي الى تلوث الغذاء، هو من خمسه لخمسة وستين فاذا نقطه الاستلام الاولانيه ما بيستلمش اي حاجه بين درجتين الحراره دول. رقم اثنين ان هو بيعمل زي فحص مبدئي او تشيك عن طريق الخواص الحسيه. يعني ايه الخواص الحسية اللي هي مثلا الشكل، شكل المنتج هل هو شكله نظيف ومظبوط؟ اللون بتاعه هل في تغير هو متعود مثلا ان هو يكون عنده لون معين او شكل معين؟ هل في في, في حاجة متغيرة هو شايفها في هذه الغذاء؟ الباكج مثلا الغلاف اللي هو جايبه هل هو في قطعة هل هو في تطبيق او مثلا زجاجات او علب؟ هل فيها اي مشكلة؟ إذا وجدت اي مشكلة واطمن على الاكسبير ديت التاريخ الصلاحيه بتاعت هذا المنتج واذا اطمن على هذا المنتج وخلاص اطمن فبيبتدي يوافق ان هو يخش للمخازن بتاعت الفندق مثلا بتاعنا. الفندق بتاعنا لما مثلا بندخل هذه الاغذيه او المشروبات بتخش برضو في مخازن بنفس درجات الحراره اللي احنا جايبين منها المنتج من بره اللي هو المصنع كاتب على هذه المنتجات درجه الحراره عشان يحافظ رقم... على الجوده بتاعته لحين الاستخدام يعني. تمام كده او ان هو لو هيخش للتصنيع فبيبتدي ان هو يخش للتصنيع بطريقه معينه. تمام. آه رقم اثنين طبعا البيرسونال هايجين لازم يكون عالي جدا عندنا احنا بنعمل عندنا بيرسونال هايجين كل المتداولين للاغذيه والمشروبات لا لازم الشيف يكون ضوافره دي قصيره لازم ما ينفعش ان هو اي اكسسوارات ان هو يلبسها الخاتم الساعه ممنوع تماما الشعر لازم يكون قصير لازم يلبس هيرنت او التوك الغطاء الراس لازم يلبسه دلوقتي الماسك طبعا لازم يكون ملبوس الجلافز لازم يكون لابس الجلافز الشكل الملابس بتاعته نظيفه ولامعه كده وجميله ما فيهاش اي مشكله فحتى بنعملهم حاجه اسمها 20 20 يعني يعني كل 20 دقيقه في 20 سكند ان هو لازم يقوم يروح يغسل ايديه ويغير الجلافز يعني كل 20 دقيقه يروح يغسل ايديه 20 حضر ثانية يحضر نفسه من جديد يحضر نفسه من جديد كأنه بيشتغل من جديد بحيث ان احنا نضمن عدم تلوث الغذاء المطبخ نفسه عندنا بيكون مقسم ليه مش ما ينفعش احط اللحوم مع الاسماك مع الفلاح. كل حاجه ليها ثلاجات خاصه بيها و بالطبع او مخازن خاصه بيها بالطبع كل م. المطبخ مقسم ليه, ليه اقسام م. مثلا اللحوم لوحدها، الاسماك لوحدها، الفراخ لوحدها، الخضروات لوحدها، كل حاجه البيض حتى البيض بيبقى لوحده طبعا لازم ليه لوحده لان هو ليه مخاطر لوحدها ما هو ده بقى التحليل بتاع المخاطر اللي احنا بنبتدي فيه م. فبنحط كل حاجه لوحدها لدرجه ان الادوات المستخدمه يعني كل شيف عندنا لما بيجي يستخدم ادوات معينه بيستخدمها لوحده بمعنى مثلا في حاجه اسمها الكلر كود احنا بنحافظ عليها، ايه الكلر كود دوت؟ ده دا الالوان حتى الخاصه بالادوات بي اللي بيستخدمها الشيف احنا بنكون محددينها، يعني الميت او اللحوم مثلا الجزار لا لازم لوحه التقطيع بتاعه الجزار تكون لونها احمر ولازم يد السكين تكون لونها احمر الاسماك لازم لوحه التقطيع يكون لونه ازرق اليد بتاعه السكينه لونها ازرق طب ده بيفرق في حاجه؟ أو طبعا احنا التقلنة. بنعمل منع تلوث يعني مفيش كونتامينيشن ما ينفعش ياخد الحاجه اللي انا مثلا ready to eat يعني هي خلاص هتتاكل يعني لو انا عملت سكينه لون واحد مثلا اسمر وليكن اسمر اذا ممكن يحصل لخبطه اه حد يتلخبط اه يعني, يعني انت تقصد ان كل لون مخصص ل... لتقطيع حاجه معينه نوع معين او صنف معين من الطعام ايوه كله بالكامل عنده كلر كود هو أو أو محافظ أو عليه وبيبتدي يشتغل او يعمل الاغذيه والمشروبات بتاعته في هذا المطبخ على اساس الادوات بتاعته ما ينفعش حتى تنتقل من مكان لاخر علشان ما يحصلش حاجه اسمها كونتامينيشن او تلوث الغذاء عن طريق الادوات دي من الفراخ ليها درجه تحليل ومخاطر معينه للحوم للخضروات عشان اضمن في الاخر ان النزيل بتاعنا اللي اللي وصل الاكل وابتدى ان اللي عنده الطعام خلاص بدا ان هو في التصنيع بتاعه او في حال مرحله ان هو ريدي تو حتى في مثل يعني انجليزي بنقول فروم فارم تو فورك يعني من الفلاح لحد الشوكه اللي هتبقى في في فم الزبون يكون هو مطمن تماما. ثانيا في احنا طبعا بنستعين برضو بشركات تعمل علينا تشيك لازم الشركات دي تيجي هي تعمل احنا اللي بنستعملها، احنا اللي احنا بنقول لها تعالي تعمل عليك التشيك وتطمن من سلامه الغذاء في قلب الكيتشن بتاعك كله بتاخد عينات وبنعمل analysis. تحليلات من عينات من ال... وتحليلات من صوابع الشفاة الشيف هو نفسه هو او المتداولين للاغذيه بشكل عام أيوه. الالواح التقطيع اللي هو بيقطع عليها لا بعد ما تتغسل ونطمن ان هي بقت كلين وبقت مظبوطه بنشوف النسبه بتاعت الجراثيم ايه اللي ممكن تكون موجوده آه الشركات دي بن بنعمل تدريبات للشفاه دي علشان يبقى عندهم وعي ايه نظام الهسب اللي احنا بنطبقه بن بن دوت فبنديله تدريبات وبنديله حاجات في الاخر ان هو آه اضمن ان المنتج بتاعي طلع في الاخر خالص راح لفم الزبون بشكل جيد وما فيهوش جراثيم وما فيهوش اي حاجه من تلوث الغذاء طب موضوع عايزنا. كبير طبعا أوه. مش هيك لكن طب طب عايزين نعرف من حضرتك طيب يعني طب اه. ايه هي مزايا بقى نظام الحصاد ايه هي المزايا طبعا اول مزايا ان ان انا لما بكون انا كفندق مثلا انا اللي بعمل التشيك على نفسي فانا بعمله بعنايه وبعمل التشيك على نفسي ده والفحص على نفسي لاني عايز ان انا اوصل لدرجه معينه في سلامه الغذاء. رقم اثنين انا بوفر بقى على وزاره الصحه يعني وزاره الصحه مش هتبعت بقى كل شويه حد لان هي ما عندهاش حد متوفر في كل هذه المجالات ان هي تبدا ان هي تعمل عليك تشيك بصفه دوريه خلاص هي عارفه ان انت عندك شركه وعندك شهاده حاصله عليها في سلامه الغذاء. ومطمنه فبتبتدي ان هي تختصر يعني ما بتجيش عدد المرات الكتير بتوفر عليها. آه رقم اثنين والاهم ان النظام ده عنده ريكورد، النظام ده فيه ريكورد فالريكورد دوت او التسجيل ده ممكن ارجع لو انا عندي اي مشكله في اي وقت انا ممكن ارجع بسرعه لهذه المشكله اعرف نهايه المشكله فين. رقم ثلاثه ودي اهم نقطه يعني عايز اقولها ان انا خلاص انا ببقى مطمن الفندق ده عنده سلامه الغذاء مظبوطه فانا كزبون وانا داخل لهذا الفندق فانا ببقى مطمن ان في سلامه غذاء ولان في كافيهات وفي مطاعم وفي حفلات وفي وهكذا فببقى مطمن ان من, من من سلامه الغذاء يعني بصنف الفندق حسب الجو السلامه بتاعه الغذاء بتاعه هو خسر. للاسف وقتنا انتهى وفي <تصفح> <applause> <applause> نهايه الفقره احب اذكر استاذ احمد خميس مدير اداره الصحه والسلامه المهنيه وسلامه الغذاء فنادق تريانف أه وبجد استمتعنا جدا مع حضرتك واستفدنا كتير من المعلومات اللي حضرتك قلتها لنا